احنا عندنا مدينة جديدة دريع الريش فيها بعض العمارات يعني ما شاء الله اديال سوسيال واعد. ولكن سيد الوزير يعني تهيئة رديئة لاميناجمون راهي كاتاستروف، ما فهمناش احنا المبالغ هذه وين تتصرف. يعني كنت نشوفوا في الصور تاعها يوميا في مواقع التواصل الاجتماعي وراك تصرف فيها مبالغ ضخمة، ولكن لما حتى حاجة ما يراه يتفرح سيد الوزير. لذا نرجو منكم سيد الوزير فتح تحقيق في هذه المشاريع المنجزة والتي في قيد الإنجاز وفي الأموال اللي تصرفت على هذه المشروع.